السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. معاكم عمر من سبيجليش. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن أنت إزاي تتعلم إنجليش من الأفلام. هيبقى عندنا إن شاء الله بس مجموعة ملاحظات قبل ما نبدأ، بعد كده هيبقى في 6 خطوات إزاي إنك أنت تتعلم إنجليش، أو 6 خطوات اللي أنت إزاي تبدأ تتعلم إنجليزي من الأفلام. أول ملاحظة معانا، أول حاجة بس لما الناس بتيجي تسألني على طول حتة إيه، أنا عندي مشكلة في الكلمات، أنا بحفظ كلمات كتير بنساها، وباجي بتكلم برضو ما بعرفش أتكلم، معناه أنا عندي حصيلة كلمات كتيرة جدا بس في النهاية ما بتستخدمهاش. طيب ايه مشكله الموضوع ده كده بالتفصيل؟ المشكله ان احنا عرفنا الكلمات دي اولا عرفنا معناها بالعربي، ما عرفناش بسياق انجليش، فالطريقه نفسها اللي احنا ذاكرنا بيها الكلمات هي عمر الانجليزي ما بيتاخد كده. عشان كده موضوع الافلام بيبقى يعني حاجه من الحاجات اللي هتفرق معاك جامد جدا. حته حفظ الكلمات دي للاسف يعني اسوأ طريقه واحد ممكن يعني يذاكر بيها انجليش او فاكر ان هو هيطور بيها الانجليش. هي يعني الانجليش في ناس متخيله ان الانجليش ده عباره عن كلمات، فانا يعني كل ما احفظ كلمات اكتر كل ما انا هبقى جامد جدا في الانجليش. هي ملهاش علاقه يعني بالكلمات بالشكل ده، يعني مش بالشكل القديم اللي هو انا بقعد اذاكر كلمات. والمشكله الاساسيه في الموضوع ده ان هي بتخلق يعني لغه تانية ما بين اللغه الانجليش وما بين لغتك الاساسيه. ازاي يعني؟ انت في انجليش وفي عندك عربي، فانت كل بقى حاجه هتبدا تدخلها انجليش بتقعد تترجمها العربي، فللأسف العملية دي بتعطل عقلك جامد جدا، وبتبدأ تحط بقى كل حاجة ليها مرادف عندك من الانجليش للعربي، فدي أسوأ طريقة ممكن تجربها في حياتك. طيب اعمل ايه؟ طيب يعني عشان اظبط موضوع الكلمات ده هقول لك، بس لما نعرف المشكله التانية عشان انا هجمع يعني المشاكل كلها كده وبعد كده هنقول الحل مره واحده. تاني مشكله اللي هي مشكله الجرامر، القواعد. انا بذاكر قواعد وعارف البريزنت سيمبل وعارف الباست سيمبل وعارف الحاجات الجميله دي كلها وحافظها وبذاكرها جامد جدا جدا جدا، بس ما بعرفش اتكلم بيها بنساها، باجي بتلخبط مثلا ما باجي اتكلم خلاص بنسى مثلا الاس في البريزنت سيمبل لما باجي اتكلم مع يوشي خلاص. انت القواعد يعني للاسف برضو الطريقه اللي احنا اتعلمنا بيها القواعد خلت ان احنا اتعلمناها بالعربي بحاجات في دماغنا، فهي دي المشكله باختصار. ما تذاكرش قواعد دي مبدئيا، الجرامر ما بيتزي لو مش بقعد اذاكر جرامر. تالت مشكله، مشكله النطق. انا النطق بتاعي يعني بيطلع مصري، عندي مشكله انا بذاكر يعني مثلا عارف نطق التي اتش مثلا، انا بعمل ث فمش بقول س فمش بقول سينك، لا انا بقول ثينك مثلا، انا عارف النوت بس انا باجي اتكلم برضو التي اتش مش بنطقها صح. رابع مشكله معانا بقى بالمره، مشكله ان انا باجي اسمع الاجانب مش بفهم منهم حاجه. وخامس مشكله معانا اللي هو انا ما بعرفش اتكلم انجليزي، يعني انا باجي اتكلم ما بعرفش اتكلم انجليزي، بذاكر كتير قوي بس ما بعرفش اتكلم انجليزي. طيب باختصار كده سبب المشاكل اللي فاتت دي كلها ان احنا بدانا ان احنا كل حاجه انجليش بتخش لنا بندخلها بمعنى تاني عربي، فلما بنيجي نتكلم باختصار انت عندك عربي في دماغك، فلما بتيجي تتكلم بتبدأ تترجم من عربي لإنجليش، فهي دي سبب المشكلة كلها. احنا بدأنا نحط يعني كل حاجة من الإنجليش بنحط لها بديل بالعربي، ودي أسوأ طريقة. محتاجين نفصل ما بين العربي وما بين الإنجليش. انت نفسك لما جيت اتعلمت عربي انت ما اتعلمتش عربي بلغة تانية، انت اتعلمت عربي وما كانش فيه في عقلك حاجة خالص. فباختصار كده افصل ما بين اللغة اللي عندك في دماغك اللي هي العربي و الانجليش، ده يخش لوحده بمعانيه لوحده. هنعرف طبعا ازاي وهقول لكم ازاي، بس يعني ده لوحده وده لوحده. طيب هي دي الطريقه الغلط. طب ايه هي بقى الطريقه الصح اللي انا اقدر اتعلم بيها انجليش؟ يعني الطريقه الفطريه اللي انا بقول يعني ان هي دي الطريقه الفطريه لاي حد اتعلم انجليش. لما احنا كنا اطفال 4 5 سنين قبل ما نخش المدرسه كنا بنعرف نتكلم عربي، واللي بيتكلم انجليش ومولود مثلا في امريكا هو كان بيعرف يتكلم انجليش قبل ما يخش المدرسه اصلا. طب هو اتعلم انجليش ازاي؟ هو اتعلم انجليش بان هو قعد يسمع من الناس اللي حواليه وقعد يكرر. هو قعد يسمع حاجات، هو لا ذاكر جرامر ولا ذاكر كلمات ولا ذاكر نطق ولا ذاكر اي حاجه، هو ببساطه قعد يسمع كتير. بعد ما قعد يسمع كتير قوي قعد يكرر الكلام اللي هو سمعه ده، وكان الجرامر بتاعه بالمناسبه كان بيطلع مظبوط، والنطق بتاعه كان بيطلع مظبوط، والكلمات بيبقى عارفها تلقائيا بدون اي مذاكره وبدون اي حاجه. عمرك سالت نفسك قبل كده ان في ناس كده مثلا يعني بتشتغل مثلا في السياحه او الناس اللي هي مثلا بتبقى في نزله السمان، بيبقى في ناس بسيطه جدا جدا جدا، يعني ناس في اسوان او كده، ناس بسيطه جدا هي اتعلمت انجليش وبتتكلم انجليش. والله يا جماعه بيتكلموا انجليش يعني زي الاجانب بالظبط بالظبط، وانا اسف يعني بس ده يعني مش عيب، بس هو ما بيعرفش يكتبوا عربي اساسا، يعني هو العربي اساسا عنده مش بيعرف يكتبه، بس هو بيعرف يتكلم انجليش كويس جدا جدا جدا، واحنا اللي قعدنا ندرس انجليش كتير قوي مش بعرف نتكلم انجليش زيه. طب هو ازاي عرف يتكلم انجليش زي الاجانب كده بالظبط؟ هو قعد يسمع كتير قوي وقعد يكرر الكلام بس، هو ما عملش اي حاجه اكتر من كده. فباختصار هي دي الطريقه اللي يعني اللي قايمه على فكره الافلام، هي دي الطريقه اللي احنا هنبدا نحاول نطبقها على الافلام. قبل ما اقول لك ال6 خطوات انا عارف اني طولت عليكم، بس قبل ما اقول لك عايز اعرفك ان الطريقه دي هتحتاج بس صبر منك شويه، علشان باختصار يعني انت في الطريقه دي
سيلف ستوري، انت اي طريقه سيلف ستوري مش كل الناس بتعرف تعملها، لان في ناس بتبقى قادره ان هي تذاكر، او يعني في ناس اتعلمت اللانجوج لوحدها تماما، اتعلمت الانجليش لوحدها خالص، وفي ناس بتحتاج حد يفضل يعني لو انت لازم تكون ملتزم ومن نوع الشخص اللي هو بيحب يعني بيعرف يلتزم لفتره طويله. مقدمه طويله، يلا نبدا على طول في الست خطوات اللي معانا. اول خطوه معانا هي بنسميها مرحله الاعداد، انك انت تخش على فيلم. هتقول لي انا اخش على فيلم صعب جدا مش هفهم اي حاجه، اهدى. اول خطوه الاعداد. الفيلم اول مره هتشوفه بترجمه عربي بسبتايتل عربي، هتشوفه بس انت هتبقى تفهم يعني الفيلم بيتكلم عن ايه، عباره عن ايه، الاحداث موجوده فين، بتعرف بس الايه اللي هو الايديا كده بتاعت الفيلم مش اكتر. تاني خطوه معانا، هتتفرج على الفيلم بالانجلش وهتحمل ترجمه انجلش ليه. طبعا هسيب لكم لينك لو حابين للموقع، لو حابين انك انت يعني تنزل السبتايتل الانجلش بتاعت الفيلم. هتنزل السبتايتل الانجلش، هتتفرج على الفيلم كله بالسبتايتل الانجلش. طب هتعمل ايه؟ كل ما حضرتك هتلاقي في كلمة انت مش عارف معناها هتكتبها، هتبحث عن معناها، تعرف معناها، عرفت معناها. بس انت الكلمة اللي انت عرفت معناها دي مش هتنساها، لسبب انت عرفت الكلمة في مشهد قدامك، انت عارف الكلمة في سياق، في سياق مشهد ناس قدام، انت الكلمة دي هتفتكرها من المشهد والشخص او الممثل ده بيقوله في الاحداث بالطريقة بالمشاعر بتاعت الكلمة بكل حاجة بتاعت الكلمة، عشان كده الكلمة دي مش هتتنسي، انت فاكرها في شكل السياق. وتالت خطوة معانا، تالت خطوة معانا، هتتفرج على فيلم تاني بسبتايتل انجلش. طب ليه هتفرج على فيلم تاني بسبتايتل انجلش ما شفتها قبل كده؟ عشان تثبت المعنى اكتر والكلمات تثبت بشكل اكتر واكتر واكتر في شكل المشهد اللي انت شفته، بحيث ان انت الجمل تبدأ تعرفها يعني وتشوفها زي ما هي كده. رابع خطوة معانا، هتتفرج على الانجلش بسبتايتل انجلش تاني الرابع. طب ليه تالت مرة؟ هتتفرج على الفيلم تاني بس المره دي خلاص انت المفروض الكلمات دي بالنسبه لك خلاص بقت سهله وعارفها في سياق. حلو جدا جدا جدا. هتعمل ايه باختصار؟ ساعات هم هيقولوا الكلام بس انت قدامك السبتايتل، بس هم بيقولوا الكلام بطريقه مش يعني يخطفوها بسرعه جدا، بيعملوا لينكين ما بين الكلمات كده. عايزك المره دي تركز على النطق، مش عايزك تركز على الكلمات خلاص، انت المفروض الكلمات خلاص حفظتها تمام مفيش اي مشكله، بس شوف الجمل وهم بيقولوها. يعني مثلا في اكتر معين مثلا قال كلمه قال جمله معينه، انت الجمله دي شوف هي بتتنطق ازاي، يعني شوف هو قالها ازاي، يعني هو اكيد مش بيقول الكلمه لوحدها زي ما هي مكتوبه قدامك، بيقولها بطريقه كده. ركز بقى شوف هما بيبداوا يقولوا الحاجات دي ازاي. دي مرحله تمهيديه للخطوه اللي بعديها، ان انت هتشوف من غير ترجمه خالص، بس انت من غير ترجمه خالص، بس انت يعني بدون الخطوه دي هيبقى صعب شويه ان انت هتلاقي الكلمات اوكي هو قدامي حلو جدا وانا فاهمها، بس لما هما بيقولوها بطريقه مختلفه خالص. فانت الخطوة دي هتحاول تركز جدا في حتة ان هما بينطقوا الحاجات ازاي، بينطقوا الجمل على بعضها ازاي. حلو جدا كده رابع خطوة. هتقول لي انا كده بقى تمام وخلاص انا كده هبقى فلوينت في الانجليش وهتكلم انجليش زي الاجانب. هقول لك بصراحة لسه. الخطوة رقم 5 معانا ايه؟ خطوة رقم 5 انك انت تسمع الفيلم بقى وتبدأ تتفرج على الفيلم بدون اي ترجمة خالص. هتتفرج على الفيلم 5 مرات. 5 مرات كتير. هتقولي ماشي حلو جدا، بس 5 مرات يا جماعة انتوا مش متخيلين انت كمية الجمل اللي هتبقى بتدخل عقلك. يا جماعة باختصار، انت لو قعدت تدخل عقلك جمل انجليش كتير جدا جدا جدا، بعد فترة لما تيجي تتكلم هو ده هيبقى مصدرك، هيبقى فيه هنا انجليش، هتطلع انجليش بسهولة جدا. اما انت لو عندك هنا اصلا عربي وبدأت بقى تترجم من عربي الانجليش وقواعد ونطق، هتخش في دوامة تانية خالص. انت هنا في مرحلة ان كأنك عايش في امريكا، عمال انك انت تدخل كأن ناس كتير جدا عمال حواليك زي الطفل عمال يدخل كلمات انجليش جمل انجليش كتير جدا جدا فعاله، لما يجي يتكلم هيخرج انجليش بسهولة جدا جدا جدا. 5 مرات طريقة هتطول شوية، بس انت مش متخيل يعني ايه انت بتقعد ساعتين او ساعة ونص الفيلم ده. انت لو عرفت تتكلم الفيلم ده دي هتفرق في مستواك، الفيلم الواحد هيفرق في مستواك فرق شاسع. اضافة لكده ان هو هيحسن معاك حتة الليسننج جامد جدا، يعني انت هتبقى بتسمع كلامك هتسمع جمل كتير جدا جدا، هتفرق معاك. اولا هيطور حتة الليسننج جامد جدا، انت بتسمع من غير اي ترجمة خالص، هتطور معاك حتة الاستماع بسهولة جدا، هتبدأ تعرف هم بينطقوا الكلام ازاي على الواقع مش على القاموس والحاجات اللي احنا بنقعد نذاكرها. هي حلوة طبعا، انا مش بتكلم على كده، بس بتكلم ان هم بيلينكوا بقى ما بين الكلمات وبيستخدموا بقى خلاص اللغة بتاعتهم دي اللغة الواقعية فعلا بتاعت الانجليش اللي الناس بيجي تتكلم بتتكلمها. هتقول لي انا كده بقى اظن بعد ما اتفرج على الفيلم 5 مرات انا كده هبقى خلاص عديت. هقول لك بس فاضل حاجة واحدة، انت كده في مرحلة الطفل اللي قاعد حواليه environment English، حواليه بيئة كده عمال يسمع English كتير جدا، في المرحلة دي هو حلو جدا، بس فضل له خطوة ان هو بقى يبدأ يتكلم، فضل لك انت انك انت تبدأ تتكلم. طب هتقولي انا هتكلم دلوقتي ازاي؟ دي سادس خطوة معانا، انت تتفرج على الفيلم 5 مرات تاني، بس 5 مرات دي انت مع كل جملة
حد بيقولها هتوقف، هتوقف وهتكرر انت الجملة بنفس الطريقة اللي هو قالها بالظبط. الطريقة انا عارف هتاخد وقت كبير جدا، بس انت لو خلصت فيلم انت مش متخيل يعني ايه واحد عرف يتكلم فيلم كامل. ده هيبقى بالنسبة لك فرق شاسع. هتلاقي نفسك لما تيجي تتكلم مع اي حد بالطريقة دي هتلاقي نفسك بتستخدم كل الجمل اللي انت استخدمتها لما كنت بتذاكر الفيلم. الطريقة دي باختصار هتبدأ توقف مع كل جملة او مع كل جملة حد الممثل بيقولها، هتبدأ انك انت تكررها بنفس الطريقة بالظبط. هتسمع الجملة توقفها تبدأ تقولها بنفس الطريقة اللي هو قالها بالظبط. ده كان فيديو النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا. لو عندك اي اسئلة اكتبها لي تحت في الكومنتس وهرد عليك، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، ويا ريت تعملوا شير عشان غيركم يستفاد. شكرا ليكم، باي باي.